بالفعل يعني من واضح ان السعوديه مهتم بنشر السلام في المنطقه بما فيها الملف اليمني. الملف اليمني مؤثر في الامن الجيوسياسي للجزيره العربيه، وما تم المملكه العربيه السعوديه بانهاء هذا الملف طبقا لمصلحه الشعب اليمني وحق الدم اليمني. الخطوات السعوديه الاخيره يعني بدا لي ان هناك استثمار واضح للزخم السياسي الذي القى بظلاله الاتفاق السعودي الايراني. وذلك سعت السعودية حقيقة للتواصل مع كل المكونات اليمنية في سبيل وضع خارطة طريق أقنعت بها كل الأطراف اليمنية، سواء الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس رشاد العليمي أو المكون الحوثي أيضا. ولقاء السفير جابر الذي أشرتم إليه مع مهدي المشار كان واضح جدا بأن هناك خطوات عملية ملموسة صاغتها السعودية وسعت لإقناع كل الأطراف اليمنية بتطبيقها. بدا من اواخر شهر رمضان ننتظر عقد يعني لقاء بين الاطراف اليمنيه ربما في مكه المكرمه ربما في صنعاء. واضح ان هناك خطوات ملموسه على ارض الميدان. نعم استاذ مبارك، خطه السلام الجديده في اليمن على ماذا تستند؟ في تعتمد كثيرا على اهم عنصر وقف اطلاق النار، وان يكون هذا الايقاف من كل الأطراف قابل للتمديد لمدة عام، ليتزامن معه إعلان خروج كل القوات من التراب اليمني بطلب من الحكومة الشرعية التي طلبت التدخل من القوات، وتأكيد أنها ستطلب من كل الأطراف مغادرة الأراضي اليمنية. ثم أيضا يتسنى فتح مطار صنعاء العربية، ومن ثم أيضا فتح مطار الحديدة ميناء الحديدة، تفريغ خزان صافر الخطير جدا. هناك خطوات اللي تجري حاليا في سبيل جلب سفينة من الصين أيضا لتفريغ هذه الحمولة الخطرة. ومن ثم بعد أواخر العام تقريبا تبدأ عملية سياسية تشمل كل المكونات اليمنية تكتمل خلال عامين، يتم من خلالها صياغة دستور اليمن والهيكل السياسي لليمن، وأن تتوافق الأطراف اليمنية على يعني المستقبل السياسي لليمن والهيكل الذي ترتضي كل الأطراف اليمنية. طيب أستاذ مبارك، يعني الحل السياسي في اليمن هو نتيجة للتقارب الإيراني السعودي، اليوم ماذا تحدثنا عن الدور العماني؟ ما في شك ان الاشقاء في سلطنه عمان يعني بذلوا جهود مشكوره وملموسه، استثمروا علاقاتهم مع المكون الحوثي واستثمروا علاقاتهم ايضا مع الحكومه الشرعيه، وكانت جهودهم حقيقه ملموسه بمباركه من المملكه العربيه السعوديه التي رات في الموقف العماني موقف ايجابي سهل كثيرا ايصال وجهتي نظري البلدين. ولذلك راينا تزامن زيارة ما بين الوفد السعودي والوفد العماني للقاء المشار. بكل تأكيد أيضا هناك نقطة مهمة يعني هو أن كل الدول اليوم سواء بقيادة الرئيس العليمي أو سلطنة عمان أو المملكة العربية السعودية مهتمة حقيقة بتحقيق السلام في اليمن لصالح المواطن اليمني ولصالح الشعب اليمني ولصالح حق الدم اليمني. هي تريد أن تقول أن لدينا مشروع نهضوي عربي كبير، ونامل من كل الأشقاء أن ينضموا لهذه الرؤية التي باتت السعودية تنجح في تهيئة الظروف السياسية لها من خلال يعني تبنيج خلافاتها مع كل الأطراف المحيطة بها بما فيها النظام الإيراني. ورأينا اليوم أن هناك زخم إيجابي يعم كل دول المنطقة، وحتما أن اليمن الدول التي يجب أن تنضم لموكب المتصالحين يعني تنصرف لعملية تنموية. أرى أن مؤتمر لإعمار اليمن سيعلن عنه وينعقد في الرياض بهدف جلب المساعدات لإعادة إعمار اليمن. جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي مبارك آل عاتي، كنت معنا من الرياض، شكرا على هذه المداخلة.